يا راجل. وانا برضو اقدر اكدب عليكي. يعني انت دلوقتي بقيت بتقولك؟ ايوه. قاطع قاطع يا ملكة. كان بودي اقولك استنى معايا هنا، بس مش هترتاح. ايه بس يا ملكة؟ ليه كفل الشر؟ اذا كان انا مش مرتاح، المكان اللي بشتغل فيه موبوء، والعوامة اللي انت شايفها دي بدفع ايجارها بالعافية. يعني المكان هنا يخبل ويجنن، ده كفاية بس انك في حضن النيل. حضن النيل يا ملكة، ده المكان هنا حلو قوي. عجبك؟ ايه اللي عجبني؟ هنا هوا نضيف، اكسجين، هناك خنقة. نفسي ومن عيني اعب على وش الدنيا وارتاح واريحك. وهتعب بقى ازاي ان شاء الله؟ انا لحد دلوقتي لسه مش عارف، انما الله كريم. انت عارفه هي ديتها بس فرصه، لو جاتني الفرصه همسك فيها بايديا واسناني. انا كمان لما هربت من الحاره هربت زيك من الخنقه، كنت برضه بدور على فرصه زيك. صديق شايف انا وصلت لفين. عارفه يا ملكه، حكايه بسيطه، قرشين قرشين بس في الاول كده نعمل بيهم مشروع، وخطوه خطوه وحبه حبه نكبره وننميه، وصدقيني ساعتها ناكل منه الشهد ونعيش بقى، نعيش بقيه الخلق دي ما هي عايشه. ايدي على كتفك. اطمني يا ملكه، انا عايزك تحط في بطنك بطيخه صيفي وتصدقيني انا هعمل لك كل اللي انت عاوزاه. رغباتك بالنسبه لها تبقى اوامر. اتمخطر اتمخطر وبراحتك. عرفه يا عيون عرفه، اوعى تطلع كلامانج، انا ما بحبش كده. طب خالص. طب بذمتك انا عايز ارضى ذمتك، الوش ده ممكن يطلع عونطاجي بتاع كلام؟ انا خلاص صدقيني انا زهقت من حياه الخنقه والسنكاحه اللي انا عايشها دي. نفسي اعيش زي ما قلت لك، اقب على وش الدنيا وهعيش. انا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا دي عشان اعيش. وبكره تقولي ايه؟ عرف قال. وبكره ما فيش اقرب منه يعرف. اما نشوف. طب شاب ولبن.